السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي في الله مرحبا بكم معي من جديد في قناتي إن شاء الله الخوت اليوم غادي نديرو تتمة الفيديو اللي درنا على هذا التطبيق إن غادي نحاول نكملو كيفاش نعملو فيديو فيديو في هذا التطبيق في المرة اللي قبل لكم فيديو على كيفاش انكم ديروا صوره مصغره فيه دابا ان شاء الله الخوت غادي نحاول انني نوري لكم الطريقه كيفاش انكم تمونطيو فيديو في هذا يعني خطوه بخطوه أه تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش انكم تفهموا الطريقه بالنسبه للمبتدئين يلا باديين في القناه يعني هذا التطبيق ساهل سهل لهم بزاف انهم يمونطيو فيديو ويحطوه كذلك هو مجاني اغلبيه فيه المعلومات مجانيه يعني ما قليل انك الا بغيتي مثلا علم العلم, العلم المائيه الا بغيتيها بفلوس راه كديرها بفلوس يعني حتى فيها مجانيه المهم الخط نديرو تتمه لهذا الفيديو ان شاء الله بالنسبه لي باقي ما عرف كيفاش انه يمونطي الفيديو في هذا التطبيق آه كيدخل هاد الا تيليشارجيتي الخوت راه غير اون فوا كتضغط عليه كيطلع لك بحال هاد الصفحه في فيديو صوره هذه هادي درناها هاد جوج درناهم قبل اليوم غندير لكم فيديو كيفاش تمونطي الفيديو يعني طريقه سهله المهم الخوت غنضغطوا عليه ملي كتضغط عليه كيعطيك كي هاد الواجهه هاد الواجهه يعني الموس... هاد المسودات يعني الفيديوهات اللي كديرها كيبقاو هنايا والفيديو اللي بغيتي دير جديد كدير آه علامه زائد باش كيديك مباشره لهنايا يعني انا يا الخوت غادي نختار انا شي فيديو هنايا باش فقط ندير لكم التجربه فيه يعني غنختار شي فيديو ونمونطيه قدامكم باش تعرفوا كيفاش انكم ديروا آه تسريع وكيفاش ديروا ليه زيدوا ليه الكلمات الالوان يعني اي حاجه بغيتوها كما شرحت لكم الفيديو اللي قبل كذلك غنشرح لكم هذا الفيديو كذلك المهم كتختاروا واحد كتضغط عليه هكا بحال هكا موافق او لا اوكي او هاد بحال هاد العلامه كتضغط عليها ملي كتضغط عليها كيعطيك بحال على هذا الشكل اول حاجه الخوت بالنسبه لكي كيمونطي فيديو ماشي ديالو اولا باغي يحيد فيه الصوت اولا شي حاجه كيجي كي كيقلب كي علي كيقلب كي على بلاصه أه الحجم الصوت يعني هاد هاد الاشاره سواء عندكم بالفرنسيه او لا العربيه المهم الفرنسية كتشوفوا فقط الاشاره هذه هاد العلامه المهم الخوت هذه ملي كتضغط عليها كيجيو كي كيعطوك حجم الصوت ها هي خوت يعني بغيتي حجم الصوت كتنقص اولا بغيتي كتزيد يعني انا مثلا بغيتو نحيدو بمره غادي نديها حتى للفم حتى النهايه حتى كديرو كيديروا ليا فيها علامه حمراء راه هي كيديروا لها راه ما بقاش فيها الصوت من بعد كندير ليها آه هذيك كذلك هذاك هذيك اوكي المهم دابا حيدنا الصوت يعني الخوت آه باقي لينا نديرو مثلا بغيتي تزيد فيديو اخر الخوت كتجيو لهاد عمالي هاد ال هاد العام هاد الزائد إيه مثلا بغيتي دير شي فيديو اخر اولا كتزيد فيديو اولا صوره مثلا أنايا غادي نزيد فيديو اخر في البدايه المهم كتشوفو الفيديوهات حسب الارقام الاول ولا ثاني المهم انا غنزيد هاد الفيديو كذلك ها هو الخط راه زدت الفيديو يعني دابا عندي جوج فيديوهات حتى هو كذلك بغيت نحيد ليه الصوت راه كنحيد ليه الصوت كنجي كنضغط عليه بحال هكا وكتجي لهنا كتحيد لي الصوت ولا كتنقص المهم ها هي الخوت دابا الفيديو فيه خمسة دقائق جمعتهم هذه الخوت فقط كضغط عليها آه هذه بالفلوس إزالة نهائية أو لا إزالة الحرة كضغط عليها المهم الخوت تنحاول أنني باش ما نطولش عليكم الفيديو المهم أرى زعما نشرح لكم غير فقط بعض الحوايج اللي مهمين اللي في الفيديو <hesitation> هاديك <hesitation> هاديك بغيتو ديرو إزالة في العلامة المائية، أنا كنشوفو هاديك واحد الإشهار الإعلان، المهم كنديرو هاد ملي كيسالي كنحيدو، صافي إلى لاحظتو راه مشات هاديك العلامة المائية بلا فلوس بلا والو فابور، يعني ما تحتاج منا <hesitation> الفلوس، المهم مالخوت هادي كتعني الإختصاص، يعني الفيديو الحجم ديالو كيفاش واش بغيتي تقصو من الجناب من الفوق، يعني كتنقصو غتشوفوني انا غادي تشوفوني معايا المهم هو ملي كتضغط عليه كيعطوك النسب اللي بغيتي بحال مثلا هكا كتضغط على هاد النسب المهم كتختار النسبه اللي بغيتي الضغط أه مثلا انا غادي نخليها 4 3 ولا بغيتي كدير يدويا كتنقصها من عندك بغيتي تنقصها شويه من الفوق باش يولي الفيديو أه مقاد المهم الخوت ساهل هادشي شتي اي تطبيق راه فيه بحال هادشي يعني ماشي اغلبيه عندهم نفس غير كل واحد وكيفاش الطريقه كيفاش دارها المهم الطريقه ديال الانشوط هذه هي الطريقه باش كتمونطي الفيديو المهم الخوت انجيو لهذه السرعه كذلك حتى الا بغيتي السرعه تنقص اولا تزيد هذه كتزيدها لقدام يعني السرعه الا بغيتي مثلا كان الصوت عندك بغيتي بغيتي ديري السرعه ولا تنقصو الا بغيتي تنقصو كتنزل لتحت هنايا يعني. ثلاثين او لا ربعين المهم راه هذه هي واحد هي المتوسط والفوق الفوق كتسرع لتحت كتنقص المنحنيات الخوت الا بغيتو كذلك حتى المنحنيات ما كنديرهمش انايا اللي يعني بغى يديرهم المهم راه كلشي كاين في التطبيق راه التطبيق ساهل الخوت أه بغيتي تحذف شي حاجه راه كتحذفها كاينه حتى هذه مثلا غتحذف واحد المقطع ولا بغيتي غير تجرب تنقص من الفيديو كتجي كتنقص من الجناب بغيتو ديروا الخط القص بحال المقص كتنقصوا مثلا انايا بغيت التقصير آه كتقصر كتجي في الجناب اللي ما بغيتي الفيديو تحيد منه واحد البلاصه هذه القاصه الخط كدير القص كتضغط عليها يعني مثلا بغيت انا نقص ندير لهنايا هاد الشيء القص هاد الجهه اللي درت لي على الماء غندير الحيده راه كتحيد تنقص شوفوا الفيديو دابا رنقص بزاف حيت ليه نقصت منه المهم الخوت باقي شنو الخلفيه كذلك مثلا بغينا نكتبوا شي حاجه نوريكم لكم الطريقه كيفاش تكتبوا بلاصه ديال الكتابه هي هذه هذه العلامه تي هذه هي الكتابه مثلا نكتبوا فيديو فيديو او لا قناه المهم فقط كتجربه من بعد كتكتبوا فيديو كتجيو لهنايا الخط اش من خط بغيتي او خطوط الخطوط الخط كاينين خطوط من اي خط بغيتي مثلا هذا ممكن كتضغط يعني ممكن تشوف الخط اللي غيعجبك فيه الكتبه راه الا كتبتي بالفرنسيه راه غادي لك بحال هذه الطريقه حيت انا دابا كتبت بالعربيه ما غاديش يبان الخط ماشي بحال دابا هادو كيتعاملوا بالفرنسيه دايرين ولا بغيتي تنزل مزل مثلا شي لغه راه كتجي لهادي اللي كاينه فيها التنزيل بغيتي تنزل شي شي حاجه اخرى المهم الخوت هذه شنو كتعني هادي مثلا الكتبه بغيتي تحركها اولا بغيتي تدورها اولا بغيتي مره تمشي وتجي كتضغط عليها مثلا انا غندير هذه مثلا غندير هادي شتو كتمشي الا بغيتي تنزل كتبغي تنزل الكتفه وكتطلع هذه الخوت الا بغيتي اشكال ديال انكم بحال هكا بغيتي تخرج الفيديو وكيبقى شويه يبان ويمشي كيطلع كي وهذه الاخرى مثلا بغيتو فيديو هذه هادو هما اللي خاصين بهاد الحركه ديال الفيديو وهادو على حسب الفيديو كيفاش بغيتي يبان هذا الكتبه كيفاش بغيتي تبان في الجنب او في القدام او لا المهم هذه آه هذه بغيت ندور مثلا الكتبة بحال هذا الشكل ولكن بغيت انني ما تكونش مسرعه غنديرو نحاول انني هادو كطلعهم بحال هكا شفتو يعني الكتبة كتمشي كت بشويه المهم غنضغطو عليها ولا نختارو شي وحده اخرى مثلا بحال هكا اولا هادي اولا أو هادي نخلي هادي نخليو هذه كمثال فقط المهم الخوت ملي كتجيو كديروا هذه كتجيو لهاد الجنيبات هاد الجنيبات شنو كيحطوا لكم ان هاد مثلا كتبه فين بغيتيها توصلها واش حتى لبدايه الفيديو حتى للنهايه المهم انا غنخليها غنطلع على هنا الفوق ياكو وغادي نديرو إيه انا من البدايه كنضغط عليها كديرها هنايا بدايه الفيديو وهنايا كدير نهايه الفيديو يعني كدير هكا راه الا لاحظتوا شتو راه دابا بهاد هاد الكتبات بأكثر نهاية المهمة الخوت الموسيقى بغيت تزيدو الموسيقى أنا ما عرفت واش عندي الموسيقى نشوفو كتضغط على بلاصة الموسيقى هادي كتسجل الصوت يعني بغيتي تهضر في الفيديو كتجي كاين لي كيمونطي الفيديو مع الهضرة كيخلي حتى النهاية كيمونطو كيهضر فيه آه ها هي هذه اللي خاصه بالتسجيل كتسجل فقط غير كتضغط على هذه وكتهضر تهضر حتى البلاصه فين بغيتي آه كدير حسن وكتهضر صافي كتهضر المهم الخوت انا ما بغيتش نهضر فيها غير يعني فقط نور لكم كيفاش انكم ديروها آه بغيت انا الموسيقى غندير ليها زائد كتختاروا الموسيقى راه كاينين موسيقات هنايا ديال ولكن كان آه كنصحكم انكم ديروش هذه الموسيقات فيهم حقوق الطب والنشر راه حنا مجربينهم اغلبيتهم فيهم حقوق الطب والنشر يعني اللي بغى الموسيقى إيه اللي بغى موسيقى يدير شي وحده ما عندهاش حقوق طاب ولا نشر اولا كيهزها من من ستوديو يوتيوب كيدخلهم كي كيتليشارجيهم كيديرهم انا ما كنديرهمش فايتني جربت هاد الموسيقى المهم الخوت هذه هي الطريقه سهله المهم الا بغيتو تجربوا كتضغطوا على الوحده اللي بغيتي المهم موسيقى كتجي بغيتيها من التليفون عندك كتجي موسيقى هي هذه المهم تخط هنايا يعني هادي يفتح يعني كتمشي ديريكت للتليفون انا مبقوش عندي الموسيقى تاع المهم انا غنعطيكم مثلا هذه غندير غادي <applause> و تامه مباشره ها هي الخوت كذلك حتى كذلك الموسيقى بغيتي ديري لها التعديل المهم هذا الفيديو الخوت غادي يطول شويه لانه في ما يتقال في هذا الفيديو ولكن غادي نحاول صافي نختصر لكم هذه الخوت الموسيقى كذلك حتى هي كتضغط ديما هذه اللي كاينه في الجنب بدايه او نهايه بغيت نخليها من البدايه الى فا الى مثلا آه... مثلا موسيقى قصيره وبغيتها دير لها التكرار كتجي هاد الموسيقى كديرها من البدايه في الفيديو ياك البدايه ومن بعد كتجي تدير التعديلات التعديل كندير التعديل بغيتي زيدها بغيتي انك ديريه مثلا مكرر كتعاودها غير فقط كتضغط عليها كتعاودها ولكن خاص على الاقل الموسيقى تبدا من بدايه الفيديو هذه آه هي الطريقه المهم كاينين بزاف ديال الحوايج في هذا التطبيق المهم الخوت انا شرحت لكم غير بعض الحوايج اللي كنحتاجو حيت ما كاينين بزاف ديال الحوايج هنايا ايوا الخوت هذه هي الطريقه بسيطه ديال آه كيفاش تمونطي فيديو يعني ساهل هذا التطبيق وهذا اغلبيه هذا باش الناس كيمونطيو الفيديوهات لانه فيه بزاف ديال الحوايج ساهل ما فيه حتى شي صعوبه المهم الخوتي اللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش لي لايك لي اشتراكات تعاليق فضلا وليس امرا فضلا وليس امرا المهم الخوت آه قبل ما نن نهيو الفيديو نختمو الفيديو عن الصلاة عن النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنتمنى أنني فدتكم بهذا الفيديو إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله